أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هناك من يقول من حرم الاختلاط خوفا من الزنا كمن حرم القهوة أول ظهورها خشية الوقوع في الغيبة والكذب عند شربها، فما الجواب على هذا القول؟ الجواب واضح، اللي حرم القهوة غلطان، لأن القهوة مما أباح الله، والأصل في الأطعمة الحل، إلا ما دل الدليل على تحريم. أما الاختلاط فهو محرم، هو مثل القهوة، الاختلاط محرم لأنه يجر إلى الفاحش. ولا تقربوا الزنا، أي تجنبوا الأسباب التي توصل، ومن الأسباب الاختلاط بين الرجال والنساء، هذا دليل على تحريم الاختلاط لأنه وسيلة إلى الزنا، ما كان وسيلة إلى الحرام فهو حرام. أما القهوة فليس فيها ذلك يا أخي، لكن هذا إما أنه جاهل وإما أنه مغالط. نعم.